السلام عليكم أحبابي، معكم عائشة الصريطي ملقبة بويب. أنا أختي الله فقت، كان فقت شوية مع طلعت مع علمي الدار، غادي نصايب واحد بحال طاكوس بحال، المهم دابا تشوفوه. ناخد واحد المقلة هنايا ندورو الكاميرا بحال هكا، نحيدو هاد الساك من هنايا. بقاو معايا، نشعلو البوطة من هكا، نشعلو البوطة. يا الله يا الله، ايوا ايوا ايوا، يا اختي غادي ما عنديش ثلاجة، كون غفلت غير شوية تمشي الكفتة. صافي درنا هذيك تسخن، المقلة تسخن، نخليوها تسخن. كما كتشوفوا غندير معاها واحد شوية زيت العود، نقلبوا على زيت العود. بقى معايا قلب اختي على الزيت، هاتي اختي الزيت حداها، نديرو شوية الزيت فوق المقلة، زيت العود. خصني نشري اصلا غنبقى نطيبها بهذه هي اللي صحية. درت شوية زيت العود هنايا في المقلة، خليتها تسخن شوية. اجي نوريكم المقادير اللي غندير. عندي هنايا واحد الكفتة، هيا عندي هنايا، عندي هنايا واحد الكفتة، ها هي غادي نديرها، غادي نديرها في المقله ونقلبها. ديك الشيء نتوما غتشوفوا الطريقه. عندي هنا الكفته غادي نديرها في المقله طيب، وعندي واحد العيش بحال طاكوس، وغادي نصايب لكم واحد العصير بالليمون والفكوس. اجيو معايا. يلا يلا صافي، اول حاجه غادي نحطوا، بقوا معايا، غادي نحطوا الكفته ديالنا. صافي خليوها طيب. خوتي خلو ديك الكفته طيب،
اجيو معايا باش نوجدوا المقادير اللي غادي نصايبوا. اول حاجه باش نجيب واحد المقص، بقاو معايا. عندي هنايا واحد المقص، عندي هنايا واحد بحال نغسلو اختي، هادشي اللي كنجيب اختي تغسل. عندي هنايا بحال مايونيز، حد مايونيز ديال طاكوس، شوفي وعندو سمية. هادشي أنا مكنتش ممكن ناكلش بزاف، أنا موالفة كناكل على الماكلة ديال الدار، هادشي علاش هادشي محضرش الأسماء ديالو. نحيوش ناخدو العيش ديالنا، ناخدو جوج بركة. عندي هنايا العيش، هاهو عندي هنايا العيش، خديت جوج، خديت جوج ديال العيش. هاد البلاصة راه نقية ومغسولة وكلشي، أوكي أوكي أوكي. نمشيو نقلبو، نحاولو نقلبو الكفتة ديالنا. أجيو معايا بعدا، بعدا نقلبو الكفتة ديالنا. هايا لا لا تطبقش. نحاول أنني نغطي عليه واحد شوية باش ميغلاش بنفسك، غير شوية باش تصهب، باش طاب لينا مزيان. أوكي غناخدو واحد المعلقة، هاهي عندنا واحد المعلقة، ناخدو هذا مايونيز راه باقي جديد، نحاولو نحلو ليه بعدا هادشي ديالو. يا صافي حليناه، نديرو ليه بحال هكا دابا. إيوا نديرو بحال هكا، واش كتشوفو خويا؟ هي كنعيينا نديرو بحال هكا بعدا، كتقطعها من الوسط، تجي الوسط كتقطع بحال هكا. نقطعو الأخرى كذلك بحال هكا، أوكي غادي ندير الجهة الأخرى كذلك. هاهي شوفو خوتي، غادي ندير الجهة الأخرى بحال هكا. صافي دابا ممكن ديري أي حاجة زوقيها قرعي. كما كتشوفوا اخوتي، انا دابا دهنتهم بالمايونيز، انتما كتشوفوا عندي هنايا واحد الزيتون، ها هو فيه شويه ديال الفلفل حاره ومحيده ليه العظم. ها هو عندي هنايا واحد الزيتون، المهم كتا انا غادي كنطيب نص بنص، اللي طابت كنهزها. هاهي الكفته ديالنا، هاهي شو الكفته، نديرو الكفته بحال هكا. انا ما غاديش ندير فرماج حمار، ديرو نتوما فرماج. بغيتي تحطي هنايا بحال هكا، بلا سيري ما تنجمش.
ماشي هادشي غير ماشي غير اللحم، اللحم الناس سير خبز سير تفرجي واخا ريتاش سكتي غنجي نورك سكتي ريتاش مبغيتيش تحشمي هاي خوتي الكفته جتها انا غنصايبها دابا ندير وحده عاوتاني هنايا وحده هنا كتشوفو وحده هنا اوكي دير الفرماج انا ما بغيتش اختي ندير الفرماج غادي ندير دابا الزيتون بحال هكا ديروا الزيتون بحال هكا هي الفرماج كيشد الساندويش الفرماج مزيان انا اختي الحامو الحانوت ما سمعنيش كنغوت ليه ما نقدرش نمشي حتى للحانوت ديجا مشيت للحانوت جيت لقيت بنتي كتغوت فهمت ما كنبغيش نخلي بنتي بوحدها هادشي علاش انا ما غنديرش الفرماج نتوما ديروا الفرماج انا دابا كندير الزيتون ديروا نتوما الفرماج هانتوما خوتي مزيان شوفوا صافي غنشد نشد بحال هكا واش كتشوفوا واش كندير ولا هانتوما شوف درت الزيتون درت الكفته درت المايونيز دابا غنشد بحال هكا هي مزيانه كون كان فرماج كانت غتجي زوينه مي ماشي مشكل هانتوما بحال هكا بحال هكا وغادي نحط الطيب في المقله هانتوما اوكي هانتوما خوتي كيفاش كتجي انا دابا غندير واحد المقله ونحطها ومعايا تشوف اوكي احبابي غادي نشعل الوضع ثاني غندير المقله نديرها تسخن باش نصيب فيها باش نحط فيها داك بحال طاكوس اللي صايبت دابا غادي نخليو المقله تسخن كما كتشوفوا طاكوس ها هو اللي صايبتو من بعد غنديرو في المقله ملي تسخن نديرو على جنب بحال هكا نهزوه على جنب نبدا نصيف العصير تاعنا نهز واحد اول حاجه غندير الليمون هو عندي هنايا واحد ثلاثه د الليمونات غنجيب اول حاجه حنا لان غندير الفكوس غندير لكم الفكوس بالليمون ناخذ واحد حنه ديال الليمون الليمونه نديروها في الضو بحال هكا ونغسلو هادشي ديالها اوكي نديرو هادشي ديالها صافي نشدو الليمون ونغسلوه تا هو مغسول ولكن كنعاودو انا اون فوا نجيب شي حاجه من الزنقه كنغسلها هي الاولى صافي غادي نقردو الليمون بحال هكا هانتوما بحال هكا يا هانتوما المقله ديالنا سخنات غنهزو هاد الطاكوس اللي تمثلت لي غنهزو طاكوس ها هو نحطوه بعدا في المقلة يا الله ندهنو بعدا يا ختي ديك المقلة باش ما يجيش محروق ولا شي حاجة ندهنو ديك المقلة بالزبدة غير شوية نقطة ديال ولا بلاش اختي بلاش انت بلي الزبدة ضروري ونديرو فيها غير شوية باش هي ما تتلصقش ولكن ها باش يجي شويه اللون ديالو زوين صافي انا ما درتش بزاف النقطه نتوما ما ديروش الا عندكم شي مقله وما كتلصقش ما ديروش احسن صافي نهزو هاد الطاكوس غنحطوه كما هكا اوكي
اوكي ونهزو العقار الثاني نحطو بحال بحال حتى انا لاقو حتى هو كيما صافي ونحط عليه مزيان صافي نخليو دابا يطيب نخليو دابا يطيب ونجيو نصايبو العصير اللي صايبت لي في الكوس يا الله نقص البوطه باش ما داكشي ما يتحرقش ليا ويطيب مزيان نحاول انني نقص البوطه صافي انا نقصت البوطه اوه انا طفيتها كاع قوم معايا ما عرفتش فين درت البريكه ديما كنقول حط البريكه لهي البوطه يا اختي ديما ديما كنقلب عليها انا البريكه ديما خصني نبدا نقلب عليها المهم خوتي نقص البوطه باش ما يتحرقش لينا ويطلع لينا مزيان ندير لكم اختي الموسيقى باش ما تقنطوش تي علي طوبي يا كي بوستون نقول لكم عيطوا فيكم ديال لايف صافي دابا ما غندير والو ما نقدرش ندير الموسيقى بلاتي ندير انتم اخوتي هادو غنقلبو من دابا بسم الله حيت ما دايرهش في الفرماج اوكي والله الله الله يا الله يا الله يا الله كيطيح من داك الزيتون حيت ما فهمش الفرماج الفرماج كيشد المهم ها هما دابا تيطيبو انتم اخوتي هادشي راه غيكون طاب غنحطو في الطبسيل غادي نحط داكشي في الطبسيل ندير لكم التقديم وداكشي 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 يلا انا ما درتش الفرماج ما بقاش كيعجبني الفرماج كيغلظني نتوما ديروا اختي الفرماج ديروا انا ما درتوش اوكي بقاو معايا حتى تشوفوا كنا زدت شي بسم الله على الله توكلنا المهم هادشي ديالنا ها هو المقله نغسلوها حتى المقله في لابابو كنحطو في البوطه المهم ها هما تيجيو عامرين والا درتو فيهم فرماج راه كيجيو بحال كيتجبدوا انا اختي ما درتش فيهم الفرماج نحطهم تنصورهم لكم نحطهم ليك اجي تشوفوا العصير انا عصرته انا عصرت العصير غنحاول نجمع هادشي نلوحو ها هو اوكي 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 حبي ولا فراقي هانتوما العصير طحناه نشلو هادي العصير هو طحناه نديرو ليه بحال هكا نديروه هنا نحيدو دابا هاد الطحانه هادي نديروها على جنب نجيبو الطحانه الاخرى فين هي فين هي
الفكوس هذا دك 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 شتو هاد الفكوس نديرو ليه بحال هكا هو مغسول ممكن نعاودو نغسلوه علاش كتعيطو لي قهرتوني نعاودو صافي نديرو الفكوس هكا هانتوما شوف نقطعو الفكوس فوق هاد الليمون هذا هكا تيجي الفكوس بالليمون كيجي زوين نعطي لبنتي ريتاج ديروا لولادكم راه صحي الليمون بالفكوس تيجي صحي عطيوه الاطفال اللي تيكونوا باقا صغار بحال بنتي 3 سنين 4 سنين عطيوهم الليمون راه مزيان الليمون والفكوس عطوه لولادكم راه مزيان وصحي تنعطيه لبنتي تنشربو حتى انا مزيان البشره مزيان نتوما عارفين ان الخضار والديسير داكشي تيكون زوين يعني مفيد للصحه ديالنا اكثر من اللحم اوكي هانتوما عندي هنا الليمون وعندي الفكوس باردو اختي الخدمه هي هادي هانتوما عندي الفكوس هنا وعندي الليمون غندير واحد شي شويه ديال السكر وغادي نطحنو فين هو السكر هنا هو عندي عسل الحر تقدري ديري العسل مزيان انا نديرو السكر اختي العسل غالي خصناش نضيعوه حتى السكر ديرو غير شويه اصلا الليمون حلو الا كان عندكم الليمون مر ديرو السكر انا عندي الليمون حلو مسحهم مزيان بحال هكا سيري وسيري انت اللي طيبتي سيري لا لا ضرب البوش البوش ديالي سيري سيري امسحي حوايجك صافي اخوتي اجيو معايا نغسلوا هذا الشيء ونغسلوا المعنات وداك الشيء وعلى ان روتيني كندير لكم انا تنشارك معكم حياتي كتقولوا هي مصيبه عصير صيبه طاكوس وما عندهاش الروينه عندها يلا شويه ديال المعن لان اختي اللي تحطات كنغسلها كون كنت زعما ماشي بحال شي ناس راه غيعرفوا راسي اللي تحطات كتغسل وكيتحك وكلشي كيتمسح والماكينات اللي كنطحنوا فيهم كنمسحوهم بجافيل باش ما يغمروش وما يتوسخوش لينا هذه راه ديال الحمام وتنستعملها حتى في الكوزينه انا عندي شوبونات وداكشي ديال كلشي بيجاما وكنلبس بيجاما وهي ناري حبي على غيرالي هاك سير لبسيها بحال حتى داك الدري كون لبسي خوها محل
محيد هذاك محيد. محيد. هذاك ديال الطحان غسلته مسحته باش لانه ما خصوش يدخل ليه الماء مسحته وهذا الشيء اللي كنستعمله كنغسله بحال هذا الشيء باش كنعصر وداك الشيء تنغسله اختي تنحل داك الشيء كامل وتنغسله صافي شنو اللي كنخلي هانتوما بحال هذه ديال السيليكون باش كنقلب تنقلب بها طاكوس تنقلب بها البيض هذه ما نديرش لها جيكس هاد المقله باش ما تلصقش ما كنديرش لها اختي جيكس كل واحد فاضو يتباع بنفسه كاين شي مقالي الا حكيتيهم بالجيكس على الحين ترجعوا للصقه ما عند تغسل ما عند تغسلو والغدا وجد وكل شيء بلات بنتي كتعرف تلبس وما كتعرفش تقلب الحوايج مضطر انني نقلب عليها شنو ندير اختي ريتاج ما حدا كتكبر وهي فوطاكم في اليد باع وانا تنحقد سير وسير تلبسي تنبغيهاش تكون كتشبين غسلنا الماعن طحنا العصير مع نزيدو نطحن شويه صافي خوتي المغاربه بلاتي بلاتي انا ما دايرهش الماكياج حتى تشوفوني حاضره راسي ما نحملش اختي نشوف الناس وانا ما دايرهش الماكياج هي بيني وبينك اللي غيبغيك خصو يبغيك بحال هكا ملي كندير الماكياج كنبان زوينه وبلا ماكياج ما عرفتش ماشي انا زوينه ولكن تنبان بريئه وفهمتي البراءه ما كتصلحش في هذا الوقت كل ما كنتي دايره هك هك وراك احمر الشعر ديالها كل ما كلشي تيقدرك وكلشي كيعطيك قيمه اما هاد الشده اللي دايره انا شكون يبغيها في هذا الوقت المهم خوتي هذا الفكوس بالليمون طحنتو صايبتو راكم شفتو هذا بحال طاكوس راه دابا كلشي كيصايبو ولكن انا ما درتش فيه فرماج انا درت فيه الكفته ودرت فيه الزيتون فقط ما درت فيه لا فرماج لا كنتمنى ان هادشي يعجبكم ما تنساوش ليا اللايكات والابوني وما تنساوش ليا جيم رجعتكم بحال شي شويه ما تنسوش ليا اللايكات والابوني خوتي وشكرا شكرا جزيلا وابوني لايك خوتنا المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن وخوتنا العرب ويا ربي ينصر فلسطين المهم شكرا وما تنسوش ليا لايك وعافاكم اللي ما مابونيش يتابوني ويلا سيري في السيرفر باش نبين الدار سيري اللي ما مابونيش يتابوني معايا ويدير لي جيم انا خصني نشرب الحوايج في السطح وسيري لبسي حوايجك واخا باش نبينك يلا سيري لبسي سروالك عافاكم اللي ما دارش لي ابوني ديرها لايكات ولبسي سروالك اريتاج فقصاتني بنتي وحق الله المهم خوتي ما نبينكش تعطلتي باي باي وشكرا